وسهلا بكم من جديد. نستقبل ضيفنا في هذا الجزء الأول فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. برشا أسئلة على طاولة النقاش مع ضيفنا الليلة، لكن قبل ذلك نرجع على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلن عنها البارح من قبل الهيئة في هذا التقرير، ثم نعود. رسميا وحسب النتائج الأولية، صدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعد في البرلمان، يليها حزب قلب تونس في المرتبة الثانية ب 38 مقعد، ثم التيار الديمقراطي في المرتبة الثالثة ب 22 مقعد، ثم ائتلاف الكرامة في المرتبة الرابعة ب 21 مقعد، فيما آلت المرتبة الخامسة للحزب الدستوري الحر ب 17 مقعد. حركة الشعب حلت في المرتبة السادسة ب 16 مقعد، ثم حركة تحيا تونس في المرتبة السابعة ب 14 مقعد، تليها حركة مشروع تونس في المرتبة الثامنة بأربع مقاعد. المرتبة التاسعة آلت لكل من الاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وحزب الرحمة والبديل التونسي بثلاثة مقاعد، في محل كل من حزب آفاق تونس والقائمة المستقلة أمل وعمل في المرتبة العاشرة بمقعدين لكل منهما. وفي الأخير تحصلت 17 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على مقعد وحيد، وهي الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي والامتياز والجبهة الشعبية والحزب الاشتراكي الدستوري والخير والرابطة الخضراء والرجوع إلى الأصل والشباب المستقل والمواطنة والتنمية والوفاء بالعهد وبكل نتوانسة وطيار المحبة وسليانة في عينينا وصوت الفلاحين وعيش تونسي ونحن هنا. وبسبب الإشهار السياسي ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كليا نتائج قائمة حزب الرحمة في دائرة بناروس ومنحت مقعده لفائدة حركة الشعب، كما ألغت الهيئة جزئيا نتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2 ومنحت مقعدها لفائدة التيار الديمقراطي. ارتكاب القائمة المترشحة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج في الدائرة الانتخابية فرنسا 2 لمخالفة متمثلة بالترويج مدفوع الأجر على صفحات قائمة عيش تونسي فرنسا على صفحة الفيسبوك بحسب المؤيدات المبينة بالملف، وكل ذلك أثناء الحملة الانتخابية. ارتكاب رئيس القائمة المترشحة عن قائمة حزب الرحمة في الدائرة الانتخابية ببناروس السيد حسين الجزيري للإشهار السياسي المكثف ولدعاية انتخابية غير مباشرة مكثفة تمثلت في أخذ الكلمة في إذاعة القرآن الكريم لمدة 67 ساعة و19 دقيقة خلال الحملة الانتخابية التشريعية. وقبل الإعلان عن النتائج الأولية، انضر مجلس الهيئة في 1592 مخالفة انتخابية في الانتخابات التشريعية، من بينها 238 مخالفة مصنفة خطيرة وتهم أساساً خرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي، كما تمت إحالة 223 تجاوز على النيابة العمومية تتعلق بحالات عنف واعتداء قام بها أنصار المترشحين. فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات، أهلا وسهلا بك من جديد. يمكن نبدأ بالندوة الصحفية البارح اللي تأخرت برشا، كان المفروض أنها تكون على الساعة السابعة مساء، لكن خلينا نفهم منك أسباب التأخير الحاصل. علاش نبدأ بالسؤال هذا؟ خاطر سمعنا بعض اللي التأخير هذا سببه خلافات داخل الهيئة، انقسامات، مشاكل ما بيناتكم، ما حقيقة كل هذا؟ هو شوف، عادي يكون فما خلافات، راهو احنا بصدد التداول حول نتائج انتخابات تشريعيه وبصدد التداول حول قرارات نتاع الغاء نتاع نتائج تشريعيه تعود الى قائمات ارتكبت مخالفات. دونك ما تعتقدوش انه مجلس الهيئه في 9 اعضاء مش يجيبوا لنا محضر واحنا مش نمضي معناها ونمر الى الاعلان عن نتائج. طبيعي جدا انه الكلنا مش نتداول مش نتناقش، فما شكون معاه فما شكون ضد فما شكون يعتبر انه المخالفات المسجله في حق القائمه هذه لا ترتقي الى جزاء الاسقاط، فما من يرى عكس ذلك. عادي جدا، بل بالعكس احنا وراه حتى تاريخيا منذ 2011 كانت تلاحظوا في كل اعلان لنتائج الانتخابات تاسيسيه ولا تشريعيه ولا حتى بلديه الا وطرح هذا الموضوع بتاع التاخير في الاعلان عن النتائج في علاقه بالالغاء الكلي او الجزئي للنتائج. في 2018 تذكروا مليح زاد تم تأخير، ولكن في نهاية المطاف ما تمش اتخاذ أي قرار بتاع إلغاء. 2014 كان فما إلغاء لزوز قائمات تقريبا نفس الوضعية بتاع 2019. 2011 كان تذكروا زاد فما إلغاء بالجملة تقريبا لأكثر من 23 قائمة تعود إلى أحد الائتلافات. دونك المسألة راهي دقيقة وحساسة من ناحية قانونية وواقعية، هذاك علاش يخلي أنه فما نقاش بين أعضاء الهيئة، ومش من السهل يوصل المجلس لاتخاذ قرار في هذا الموضوع. ردكم على الاتهامات الموجهة ضدكم بالتلاعب بالنتائج؟ والله ماذا بيه، وريوني وين التلاعب بالنتائج إذا كان هي نتيجة المكتب الاقتراع في حد ذاته تنشر وتعلق في باب المكتب،
ومحضر الاقتراع هذاك ومحضر الفرز بتاع مكتب الاقتراع يتم إمضاؤه لا فقط من رئيس المكتب وأعضاء المكتب، يتم إمضاؤه حتى من الملاحظين يعني المحليين والأجانب وخاصة من ممثلي القائمة المترشحة. تقريبا كل محاضرنا نجم أقول لك على 13300 مكتب ما فما حتى مكتب يخلو على الأقل من ملاحظ محلي أو أجنبي أو على الأقل من ممثل قائمة مترشحة. ما تلقاش مطلقا انه مكتب فقط فيه ثلاثة اعضاء ميليزي يعملوا الدوبويمو حدهم يعلقوا المحضر. دونك ماذا بيا اللي يحكي على التلاعب في النتائج يوريني باش تفسر خروج هالاحتجاجات اللي عشناها في مختلف الولايات، الناس خرجت للشوارع، ثم حتى باحراق العجلات ورد حتى مساله التشكيك في الهيئه. علاش انا جانسيست على الكيستيون هذه، مرد هذه على الاقل ما وصلكم من الاحتجاجات هذه مما مردها؟ نهاول الموضوع. ثم بعض الاحتجاجات نجم اقول لك في برشا ولايات على الاقل تقريبا خمس ولايات، في قفصه، في القروان. ها شنو السبب نتاعها؟ هو انه في مراكز التجميع ما نجموا نعلو على النتيجه الرسميه الا ما تتم الفرز نتاع 100% من المحاضر نتاع الدائره الانتخابيه. وهذاك علاش كانت الهيئه ديما تقول وتردد يا اولادي ما تاخذوش النتائج الا من مصدرها الرسمي اللي هو هيئه الانتخابات. عمرنا ما ناخذوا نتائج من مؤسسه صبر اراء، مع احترامنا لها وتجب تكون توقعاتها قريبه ولكن ماهيش النتائج الرسميه، وبالاخص عمرنا ما ناخذوا نتائج من احزاب. لانه اللي صار في قفصه مثلا شنو هو؟ انه فما بعض احزاب وصلنا تقريبا 70% من الفرز، اعلنت على نتيجه وعلى مقعد، ولكن اتضح بعد ما تموا 30% الاخرى نتاع المحاضر تقلبت يعني المساله نتاع توزيع المقاعد. وهذا عادي، احنا نعرفوا ساعات بضعه مكاتب تقلب في اخر الساعات النتائج نتاع الفرز. ولكن كنا اعلنا وقلنا انه بالرغم من ذلك ثبتنا من المحاضر الفرز نتاعنا في هيئتنا الفرعيه الكل، في مكاتبنا الكل، وتبين انه الموضوع ما فيه حتى اشكاليه. كيف كيف زاد في يبدو لي في جندوبه ولا في القروان زاد فما، خليني اقول فما نوع من التشكيك اللي ما عنده حتى اساس. لبروفوني انه هكا بعض الاشكاليات صارت وقتها وانتهى الموضوع. ومحاضرنا توا كان تدخلوا لموقع الهيئه الرسمي ايزي بوانتيان تلقاو الاعلان عن النتائج بصفه مدققه بالدائره بالاسماء وحتى بالمكاتب. وفي الاخير هذا اهم حاجه، راهو عمليه الاقتراع تجرى قدام المره هذه في الانتخابات التشريعيه والرئاسيه عندنا قرابه 109,000 بين ملاحظين محليين واجانب، بين صحفيين محليين واجانب، وبين ممثلين نتاع قائمه مترشح. في اعتقادي علاش قلت لك ما فماش حتى مكتب اقتراع يخلو من المراقبين هذوك. والاهم من ذلك انه المحضر نتاع الفرز، المحضر القاعديه اللي يتعلق بمكتب اقتراع، القسم هذاك اللي في المدرسه اللي تجرى فيه العمليه، المحضر نتاعو اول ما يتم امضاؤه وين يتم تعليقه؟ في باب المكتب، في باب القسم، ويتم تصويره والناس الكل يكون عندها المحضر هذاك. كان البارح حاضر معانا رئيس شبكه مراقبون وقال انه تم ابعادنا وتم رفض حضورنا حتى في عمليه الفرز واغلاق الابواب في وجوهنا. علاش المساله هذه صارت؟ انا نجم نقول لك راهو مش دقيق اللي قالوا، لانه خلينا نعطيكم زاد النقطه هذه ديما تتكرر في كل انتخابات. هو في مراكز التجميع، هو راهو ما قالش فقط على المساله هذه صارت على المجتمع المدني، حتى على ممثلين القائمات ايضا. يبدو لي كان مراقبون اشارت للنقطه هذه، اذا كان فما منظمه اخرى أو جمعية أخرى أشارت نفس الموضوع ماذا بيا نعرف شكون أثار هذه المسألة. ولكن خرد في الموضوع هذا، في مراكز التجميع نتاعنا اللي هما تصير في القاعات الرياضية الكبرى، العملية نتاع العد اليدوي، العد اليدوي شنو هو؟ تجميع محاضر الفرز وتتم الترانسكريبسيون نتاعها في لي تابلو الكبار. الملاحظين ساعات يحبوا يقتربوا بشكل اللي ينجم يربك العمل نتاع العوالم نتاعنا. احنا شكونا؟ فما مسافة نتاع زوز 3 متر على أقصى تقدير على لي تابلو، يلزمهم يبعدوا باش ينجموا يخليوا العوانم نتاعنا يخدموا. ولكن راهم كانت لاحظوا عندهم الامكانيه باش يصوروا لي تابلو، باش ياخذوا حتى لي سيكونس فيديو، باش يعملوا يعني مقابلات او يعني مداخلات مع حتى رؤساء المراكز. وهذا طبيعي جدا، ولكن ما فما حتى انسيدون اللي قالوا الشيء اللي قاعد يتكتب في لي تابلو مخالف لمحاضر الفرز اللي موجوده في مكاتب الاقتراع. قبل ما نحيل الكلمه زميل على برهان وحبيب، شنو وردكم على القائمين بانه عمليه اسقاط القائمتين بالنسبه لحزب الرحبه في بن عروس وايضا عيش تونسي في فرنسا اثنين هي فقط للرد على المشكين فيكم وانكم غير قادرين على المس من بقيه الاحزاب الكبرى؟ شوف الموضوع هذا بون لازم اذا كان مش نسترسل فيه لازم ناخذ شويه وقت، لكن نجم نقول لك في نهايه المطاف موضوع الإلغاء الكلي والجزء إلى النتائج، راهو الهيئة عندها فيه سوابق من 2011. أيضا المحكمة الإدارية عندنا فقه قضاء مستقر منذ 2011
في شروط الإسقاط والإلغاء. راهو ماهيش عنتريات أنه الهيئة آية جين سقط 30 ولا 40 قائمة. يلزم على الأقل القرار نتاع الهيئة يكون معلل بشكل أنه القضاء الإداري على الأقل يقره. مش باهي في وجوه الهيئة أنه تسقط 30 ولا 40 وتصدر قرارات وبعد المحكمة الإدارية بمجرد قلم تلغاها الكل وترجع الناس اللي تم إسقاط. مرة هذه شنو اللي توخاته الهيئة؟ هو التحري والتثبت في المثبتات، لأنه في زوز قائمات اللي تفضلت بهم، قائمة ترجع إلى حزب مترشح وقائمة يبدو ائتلافية في الخارج. في زوز هذوما عندنا المثبتات القاطعة أنه ارتكبت فيهما مخالفات، إما في الإشهار السياسي بالنسبة لقائمة أو في موضوع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي الممولة اللي يمنحها القانون الانتخابي في التشريعية منعا مطلقا. يخلي أنه زوز قرارات هذه كانت مبنية على وقائع ثابتة وسليمة، اللي احنا كهيئة مطمئنين أنه حتى القضاء الإداري من بعد عندنا ما يكفي باش يقررنا تلك القرارات. فما حالة أخرى حسب التقارير اللي اعتمدناها، راهو الهيئة كيف تقوم بالإسقاط مش بمجرد قرار، التعليل يلزم ينبني على أساس ثابت. شنو الأساس ثابت؟ هو التقارير. التقارير راهو مش من أي جهة، ساعات نسمعها تقارير منظمة المجتمع المدني، صحيح نستأنسوا بها، ولكن زاد القانون يفرض تقارير ذات حجية صادرة عن مؤسسات رسمية. مثال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في علاقة بوسائل الاتصال السمعي البصري، في علاقة بالإشهار السياسي، هذاك تقرير نتاع مؤسسة رسمية عنده الحجية والثبوتية، والنجم احنا كي نرتكزوا عليه يكون عندنا قرار معلل وسليم ويكون ديفوندابل قدام القضاء. وزاد بطبيعة الحال التقارير نتاع الهيئة، احنا عندنا راهو تقارير نتاع هيئتنا الفرعية، عندنا التقارير نتاع مراقبي الهيئة، وعندنا زاد تقارير نتاع خلايا رصد، فما خلية رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وفما أيضا ولأول مرة في 2019 خلية رصد المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. اللي صار شنو في زوز قرارات؟ فما قرار بني على تقرير لايكا، وفما القرار الثاني بني على تقرير داخلي للهيئة المتعلق بتقرير رصد المواقع والصفحات الإلكترونية. وهني قلت لك فما كل المثبتات اللي تدل أنه زوز قرارات هذه بنيت على أساس سليم يخليها إن شاء الله يتم إقرارها في القضاء الإداري. برهان مسيس، تفضل. فاروق، المقدمة النظرية واضحة، لكن نحن ماذا بينا حاجات تتعلق بالمضامين. البارح كي أعلنتوا إسقاط قائمة سعيد الجزيري في بن عروس قلتوا لأنه ثابت عليها ممارسة الإشهار السياسي. إيش كنتوا تقصدوا بها في الزماني والمكاني والتوقيت بالضبط؟ على خاطر كلمة عامة برشا قضية الإشهار السياسي تقريبا، إذا كانت تقول لي اعتمدت على تقرير الهيكا، الهيكا عاملة تقارير في أمة محمد الكل، صحيح. التلافز الكل، وشفنا يعني الخطايا اللي عملتها على تلافز الكل، صحيح. مش في حاجات أخرى، في علاقة بالإشهار السياسي. إيش فما بالضبط لسعيد الجزيري؟ وقتاش عمل الإشهار السياسي؟ وين عملوا وكيفاش عملوا؟ فما خصوصية، مش تفهموا الحكاية، فما خصوصية في الملف هذا بالذات. اللي هو شنو؟ هو في موضوع الإشهار السياسي في وسائل السمع البصري، في القنوات التلفزية والإذاعات، فما حاجتين مهمين. أولا أنه الولايات احنا كاية على المترشح، على شخصه الطبيعي، مش على وسيلة الإعلام، المترشح مش على وسيلة الإعلام. ساعات لأنه يجيبونا أرغمونتاسيون هاو لايكا سلطت خطايا مالية على وسيلة إعلام بالمئات الألاف الدنانير، قلوا له احنا هذاك شأن لا يعنينا، لأنه اللي يعنينا هو شخص المترشح، شخص المترشح سواء كان في وسيلة الإعلام وعمل روحه كمالك ريزونمون، سواء كان مترشح للرئاسية أو التشريعية، هو الكومبورتمون تاعو في حضوره في وسيلة الإعلام هل ارتكب مخالفة في الإشهار السياسي؟ لانه ما نساوش دور المسؤوليه زاده شخصيه، ولان خلينا نحكي كرجل قانون، ما تنجمش انت تعاقب شخص بتبعات فعل لم يرتكبه شخصيا. ولان كان ترجع حتى تقارير لايكا، فما حاجه هامه جدا اسمها عنصر الاسناد، وتو تلقاوه متردد في اكثر من بلاصه في تقرير لايكا وحتى في تقرير ليزيش. معناها عنصر الاسناد هو اسناد المخالفه لشخص المترشح مش لوسيله الاعلام. راهو تنجم تسند مخالفه لوسيله الاعلام سي تري سامبل، واللايكا تقوم بواجبها في تسليط الخطايا وتسليط العقوبات، ولكن انك تسند لي المخالفه لشخص المترشح راهو فيها نظر. بالنسبه للحزب الرحمه هذا هو مترشح، هو في شخصيه رئيس قائمه، ثانيا هو مالك لوسيله الاعلام، ولا من ذلك هو انه هو بدون مقدم
لبرامج رئيس الحزبية نجم نعطيك حسب تقارير لايكا خارج الحملة الانتخابية توصل 7 سوايع يوميا هو هذاك خارج الحملة ولا في وسط الحملة 3 سوايع ونص يوميا في وسط الحملة تحدث فيهم في السياسة لايكا يقول لي تحكي على 67 ساعة راني مترشح على بالعروس وهو برنامجي شبران الدعاية راهو فما الدعاية المباشرة هما راهو مش زاد من الغباء انه مش عامل الدعاية نروح يقول اني فلان فلاني مترشح انتخبوني لكن فما حاجة اسمها الدعاية غير المباشرة اللي راهو احنا كهيئة انتخابات ولا كلايكا نفهم مليح الديسكور اللي ينجم يؤدي الى دعاية مقنعة او غير مباشرة ونعطيك اكثر من هيك يفهم دعاية مباشرة زادة لشخصه ولا قائماته المترشحة في اكثر من دائرة في شخصية المسؤولية أثناء الحملة الانتخابية في الحملة وفي الفترة الانتخابية موجود راهو بتقارير لايكا أي. الجيد في الموضوع هذا وبربي زاد هذا تدقيق في الموضوع بتاع حزب الرحمة راهو احنا استندنا الى تقرير لايكا ما استندناش على حاجة اخرى اعدتها الهيئة اللي تحكي على 67 ساعة في موضوع قائمة عيش تونس استندنا على تقرير الرصد نتاعنا في تاع الفيسبوك ولكن في موضوع الرحمة تحديدا استندنا على تقرير لايكا اللي يحسب بدقيقة قداش الباساج نتاعو يوميا في وسيلة الإعلام نتاعو وشنو الديسكور اللي يعطي فيه قبل علاش فقط التركيز على وسيلة الإعلام هذه ثم وسائل إعلام أخرين تجاوزوا الوقت المحدد والمخصص في الموضوع الفترة الانتخابية قبل الحملة كان نوع الدعاية المباشرة لكن كدخلنا للحملة هو كمان أقلم معناها أقلم شوية باش يتفادى المشاكل لكن ثم نوع من الدعاية غير مباشرة وراه هذا بتقدير مؤسسة الهيكا في شخصية العقوبة وهذا سؤال يطرح علاش طيحتوا الرحمة في بن عروس وهو فما الرحمة في قائمات أخرى ما تمش إسقاط لهذا السبب لأنه رؤساء قائمة الرحمة في بلايس أخرى ما همش هم اللي حضروا في المنبر الإذاعي هذه وعملوا الدعاية لأنفسهم اللي حضروا وعمل الدعاية لنفسه هو للأسف حبيب بوعجيل أتفضل خليني نبدأ بالملاحظة السريعة اللي انتهى لها سي فاروق الاعتماد على تقرير الهيكا يبدو أنه خليني نقول حجة ضعيفة منكم وباش تزيد تكثر من الانتقادات لكم تعرف أنه لايكا وإذاعة القرآن كانت في عركة معناها عندها توا سنوات ولايكا عجزت على أن تغلق هذه الإذاعة باعتبار أن الإذاعة هذه شكات للمحكمة والمحكمة معناها أقرت استمرارها وبرشا ناس ملاحظين أنا ما نتبناش برشا رأيهم ولكن على كل حال يقول لك الهيكا أصلا هي اللي أصبحت بالنسبة لكم أنتم معناها تعتمدوها كحجة راهي في مستوى معناها ولايتها تجاوزت وقتها وكذا دونك الملاحظات هذه باش تخليكم محل انتقاد وانتقاد كبير إلى حد ما ونتصور المحكمة الإدارية إذا كان يتقدم المترشح والناجح في الانتخابات بقضيته وربما أقول ربما معناها يلقى شكل من أشكال الإنصاف ومسألة الكيل بمكيالين هذا أمر على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تجيب عليه لأنه فعلا استعمال الإعلام من طرف مرشحين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن أطراف سياسية ومن أحزاب مسألة أصبحت معناها بادية للعيان وفي الجانب هذا أنتم قدرتوا أنكم تعاملتم مع أقل المترشحين معناها ربما إخافة لكم وأنا نفهم هذا لأنه في الآخر أنتم تقدروا المشهد السياسي أنا نحب نوجه تحية إلى الهيئة لأنه كلما وجهنا تحية إلى الهيئة وقلنا انتخاباتها شبه معناها نزيهة وإن شاء الله تبلغ معناها الدرجة الكاملة من النزاهة هذا نولي ونمدح في ديمقراطيتنا وإحنا فرحانين بإرادة الشعب التونسي لكن العنوان الكبير يا سي فاروق اللي لابد أن هيئة 2019 ستحاسب عليه بشكل كبير هي وضع بلادنا وضع ديمقراطيتنا الباهية وربيعنا العربي اللي احنا المهد متاعه واللي نفتخر به وضعتمونا في وضع كان كي نكتة الكحلة معناها في الديمقراطية أنه نحن الآن ننتظر دورا ثانيا بين مرشحين أحدهما يمثل موقف معين والآخر موقف آخر كنا ننتظر من الهيئة في أي لحظة أن تمارس صلاحياتها الكاملة الأدلة قدامها لا هيكا ولا تقاريرها أدلتها قدامها في حكاية تمويل أجنبي أدلتها قدامها في تعامل مع أجنبي أدلتها قدامها في استعمال إعلام أدلتها قدامها في استعمال معناها في شبهات
وهي تصم آذانها ولا تسمع أحدا وتقول لك أنا يا أخوي ما نفهم كان بالتقارير وقلتوا لنا أنا باش نثبتوا ولتو نستناو فيكم باش تثبتوا والدورة الثانية هاي جاية ولتو ما قلتوا لنا أشتبت. أنا أتصور أنه في النقطة هذه كان بإمكان الهيئة فعلا أن تكون أكثر حسما وتمارس صلاحياتها كاملة مش كهيئة تقنية وتتحدى ثم مسار اليوم تاع تغيير ومتاع ديمقراطية شعبكم معاكم بأن تضربوا بيد من حديد وتمارسوا كل صلاحياتكم. اللي ريناه لا رينا ارتباك العلاقة بين الأعضاء داخلة بعضها كل واحد يصرح بكلام خايفين من بعضكم واحد يصرح اليوم تصريح الآخر يرد عليه من داخل الهيئة نفسها معناه بتصريح سياسي مقابل سياسي أحيانا مقابل الكلام الغامض التواصل الغامض مع الناس. في النقطة هذه بالذات أنا أشكركم في كل مسار ونعتبر ديمقراطية ثابت. أما في انتخاباتنا الرئاسية كنا نجم نحس بأكثر اعتزاز وشرف وانتصار الثورة والديمقراطية يكون ناصع لا سواد فيه لو كان حسمتولنا أمركم في هالعنوان الكبير هذايا اللي كان كبير. عليكم أن تتخذوا فيه إجراء. لا ما عندي حتى سؤال عندي ملاحظة ماذا محكي على الرئاسية خلينا نحكي على تحضيراتكم للدورة الثانية فرد مرة باش يجاوب فرد مرة ماذا محكينا على الرئاسية الدورة الثانية تحضيراتكم للدورة الثانية الرئاسية وأيضا موقفكم أيضا من القضية الاستعجالية اللي رفعها فريق دفاع المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي اللي طالب فيها بتأجيل موعد 13 أكتوبر نظرا لأنه مرشحهم ما خذاش الوقت الكافي للقيام بحملته الانتخابية. الرئاسية الثانية احنا سويعات أخرى يعني 11 بتاع ليل يفتح أول مكتب اقتراع علينا في مدينة سيدني الأسترالية تتتابع بعض المكاتب في بكين في جاكرتا في سيول في الشرق الأوسط آخرها يكون مكتب سان فرانسيسكو اللي يحل غدوة 11 بتاع الصباح في الولايات المتحدة الأمريكية. طواقمنا جاهزة وديجا خدمة زوز انتخابات في ظرف وجيز دونك حاضرة لوجستيا وحاضرة حتى من حيث تكوينها باش تستلم المكاتب. معداتنا وصلت إلى أكثر من 46 دولة حول العالم بالاستعانة بوزارة الشؤون الخارجية بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية مشكورة على ذلك. الجانب التقني اللوجستي ما فيه حتى إشكال باش تنطلق العملية كما انطلقت ديجا في موعدين سابقين. تبقى نعرفوا أنه أهم مشكل يعترض الانتخابات هو مشكل نسب المشاركة ونسب المشاركة كما قاعدين تلاحظوا من الرئاسية الأولى اللي كانت 49 هبطت للتشريعية في حدود 42 في الخارج أقل بكثير يعني في الرئاسية أي أمش نجاوب في الرئاسية في الرئاسية الأولى كانت 19 في الخارج هبطت ل 16 تقريبا احنا نخشى أنه في الرئاسية الثانية تكون نسب أقل وخاصة هالمسألة متاع أنه حملة انتخابية باهتة أو خليني أقول منعدمة في الرئاسية الثانية لأسباب معلومة فما أحد المترشحين كان موجود في السجن وأطلق سراحه منذ ساعات قليلة المترشح الآخر أراد وهذه نحترموه في قراره أنه ما يقومش بحملة انتخابية لأسباب يعتبرها أخلاقية ولكن هذا يراه احنا كهيئة نخشى أنه ينعكس على نسب المشاركة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية رغم أهميتنا بالرهان بتاع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. طلب تأخير الدور الثاني هو طلب قانونيا ينجم كل حد يطلب كل شيء من المحكمة راوة ولكن زاد فما قانون وفما قضاء وفما أجل دستورية. نقول لكم راوة احنا بالدستور يلزمنا نهار 23 أكتوبر نص الليل تنتهي المدة الوقتية للقائم بمام رئيس الجمهورية حاليا ويخرج من الشرعية الدستورية ويلزم وقتها يكون عندنا رئيس مش نوصلمه منتخب رئيس منتخب ومؤدي اليمين وملتحق بقصر قرطاج في أيام قليلة قادمة. دونك أي حديث عن تأخير ولو بأسبوع للدور الثاني انتخابات رئاسية مش أدي بنا مباشرة إلى الخروج من المدة الدستورية للقائم بمام رئيس الجمهورية. خليك تجاوب على ملاحظة حبيب منذ قليل. ملاحظاته اللي فهمت منه سي الحبيب اللي هو معناه عنده العديد من الملاحظات بون يطول الاجابه عليها ولكن في النقطه يبدو لي اشرت الى الوثائق نتاع احد المترشحين للانتخابات نبداو في الهيكا الساعه كيفاش تعتمدوا على تقرير نتاع هيئه عندها عركه مع اذاعه. القانون يا سي الحبيب الانتخابي في الفصل 76 يلزمنا باعتماد تقرير الهيئه العليا المستقله لاتصال السمع البصري. مساله يقول لك انا متعارك انا وياها وعندي قضايا مساله انها منتهيه ولايتها او لا هذيك مساله لا عنده قضايا معاها شنو باش تجاوبوك يقول لك انا عندي عركه معاها من قبل. هي بالنسبه لي هي المؤسسه الدستوريه اللي اوكل لها الدستور والمرسوم عدد 116 الولايه على مؤسسات السمع البصري. لكن السيد الجزيري
راهو عنده حقه كامل انه يمارس الطعن ضد قرار الهيئه نتاعنا ويقول كل ما يمكن ان يقولوا في علاقه بالهيكا في علاقه باليزي وراهو في الاخير سي الحبيب مرشح يخلينا نجاوبوا كمل لك هذه الضمان نتاع القضاء الاداري لا جست نركز على ماكنيش سعيد الجزيره ما علاش تخليوا لنا انتخاباتنا مترشح الناس تقول لكم مش ناس الادله كل علاش تخليونا نوصلوا ديمقراطيتنا نظيفة الباهية معناها مضطرين في دور ثاني معناها نلقاو زوز من الناس واحد منهم بجرد قلم كنتوا تنجموا تاخذوا موقف منه انت تحمل فينا في تبعات راهي تحملها السلطة التشريعية تحملها القانون لا سمحني عندك أبدا الناس كل قال صلاحياتكم عندك شوية دراية من القانون لا عندي أنا دراية كاملة تعرف أنتم عندكم شروط الترشح الكاملة إذا عندكم الولاية الكاملة فأنت تقولوا هذا لا تسقطوه في الاثناء لحظه انتم اذا كان يجي القانون الانتخابي لا لا خلينا نكمل لك على دايور قلتوا انا باش نثبتوا في الانتخابات عنده شروط الترشح نجموا مع ما حسبتوها سياسه هو مثال لا لا مطلقا لا احنا نعتبروا ديمقراطية خليها الصندوق هو اللي يحسم الامر نجاوبك ولا لا لا خلي نجاوبك خلي نجاوبك ما نرويش كلامك مطلقا شروط الترشح الترشح في الاثناء عندكم تحداك اذا كنت تنجم تقول لي على اي اساس ما نواه حتى نثبتوا من الوثائق ما فماش وثائق شنو اذا قلنا انت تخلط بين انتم قلتوا ثبتوا من الوثائق وثائق شنو يا الحبيب الوثائق اللي قالوا لكم عليها اللي صدرت على اللوبيين وصرح رئيس الهيئة الواي صرح رئيس الهيئة قال احنا باش نثبتوا ما ناخذش من الوثائق اش عندها سي الحبيب 10 ايام خليني مش عندها الترشح راهو عنده ثلاثة شهور خليني مترشح اسقاط في الاثناء اسقاط الترشح في الاثناء سي الحبيب سامحني راك انت تحكي في 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 حكاية راهو معناتها لا ما قلتش خلويض احترامي ليك ولكن راهو تفهموا اذا كان الحرج والتحفظ لا ولا لا في حتى حرج شو خليني نجاوب باش نفهموا منه الفكرة هيئة الانتخابات راهي صحيح هيئة دستورية مستقلة تنجم تكون عندها دور سياسي ولكن زادة هيئة تحترم القانون وتنضبط للقانون شروط الترشح للانتخابات التشريعية راهي شروط دستورية وشروط قانونية بأي حق يجيني مترشح نقول له لا أنا نفذ لك ترشح على هذا لأنك أنت وراك شبهة نتاع ما نعرف شنو يقول لك أنا يا سيدي وراي شبهة عندك ما يثبت قطع عن الشبهة نتاعي لا ما نحكيش عندك حكم يديني وفما حاجة أخرى سي الحبيب اسمها في الفصل 27 وأنت تهز فيها باش نولي عبارة ندافع على أحد المترشحين وهذا مش دورنا اسمها قانونة البراءة أنا بالنسبة لي المترشح ترشحه سليم طالما يستجيب للشروط القانونيه هو بريء ايضا الى ان يثبت ادانته بمقتضى حكم قضائي بيت وهذا مازال ما صارش في ملف احد الهيئه تولي هيئه ثوريه يا اخي هي هيئه بتاع تنظيم انتخابات ما هيش محكمه خلخالي في حوايج معينه هي محكمه ثوريه بتاع خلخالي هي تحكم بين الثوريين والرجعيين تحكم بيني وبينك العدل القانون كل القانونيين الشرفاء قالوا بان هناك ما يسمح حتى قانونيين شرفاء وقانونيين غير شرفاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أن تتصرف بولايتها كاملة وأنا أتفهم ذلك وأشكركم وبالانتخابات خلينا من هذا يقول كلمة للتوانسة على الانتخابات على موعد 13 أكتوبر كلمة للتوانسة على موعد 13 أكتوبر ما زلت لنا خطوة أخيرة ونكملوا هالانتخابات التشريعية والرئاسية متاع 2019 بكل ما رافقها من مشاكل وإشكاليات دعوة للتونسيين في الخارج اللي ينطلقوا اليوم لحداش مواطنينا في القارة الأسترالية أنهم يتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع دعوة لتونسينا بالداخل نار لحد أيضا أنهم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع سؤال أخير سؤال سياسي لكن الإجابة فنية عنده هو اليوم فما حديث ولا شبح حديث بتاع انتخابات سابقة لوانها في حالة عدم إمكانية تشكيل حكومة وبعد استيفاء كل الهيئة مستعدة لحكاية من هذه؟ طبعا احنا عملنا أكثر احنا الانتخابات الرئاسية كان سابقة لوانها عملناها في ثلاثة شهور انتخابات جزئية البلدية اللي نعملوا فيها في ثلاثة شهور هذه كانت انتخابات جزئية في ألمانيا الهيئة راهو جاهزة لكل سيناريو انتخابات حسب ما ينص عليه القانون والدستور شكرا لك فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حضورك معنا بعد شوية نستقبلوا كل من عماد الحمامي القيادي في حركة النهضة خالد الكريشي القيادي في حركة الشعب وأخيرا خالد شوكات القيادي في حركة نداء تونس نستقبلهم جميعا بعد الفاصل